بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم في الجزء الثاني من تمرين دراسة دالة. في الجزء الأول شفنا السؤال الأول هو نهايات حساب النهايات، ثم درسنا الاتصال في دالة دالة F نقطة X 0 يساوي 0، ثم قابلية الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار في نقطة X 0 يساوي 0. أعطينا التأويل الهندسي بأن الدالة مشتقة إلى غير ذلك. الآن في هذا الجزء نشوفوا الفروع لا نهائية ل سي اف. غنحتاجو باش ندرسو الفروع لا نهائية غنحتاجو لليميت اللي حسبنا سابقا، ممكن نستعملو بالجدول ممكن نستعملو بالليميت. دونك غنشوف الليميت اللي حسبت، لقينا بأن النهاية عند اليمين عند بلوس لانفيني كتعطينا بلوس لانفيني، و النهاية عند اليسار عند موال لانفيني كتعطينا موال لانفيني. يعني ممكن نحسبو الفروع لا نهائية. عندنا على ليميت ديال اف دو اكس موال لانفيني كتساوي موال لانفيني، و النهاية عند بلوس لانفيني ديال اف لي اكس تيكال بلوس لانفيني. يعني مباشرة فاش كتلقاو النهاية عند موال لانفيني كتساوي لانفيني، مباشرة كنمرو نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس اون موال لانفيني يساوي، نحسبو الاولى هي الاولى ثم الثانيه، يساوي لا ليميت اون موال لانفيني. انا بما اننا كنخدمو في اون موال لانفيني يعني اف، نرجعو للداله ديالنا اف دو دو، دونك اف دو دو اف دو دو دي اكس على اكس اللي كتساوي لا ليميت اون موال لانفيني ديال اكس زائد واحد على اكس زائد واحد لكل على اكس يساوي. هنا ممكن نبسط لا ليميت اون موال لانفيني نقسمو المقام اكس على اكس زائد لا ليميت ديال واحد على، هنا غنبسطو غنلقاو اكس على اكس زائد واحد موال لانفيني. النتيجة الأولى هادي غتعطينا بيان سيغ واحد، هنا واحد على موال لانفيني فوا موال لانفيني هي بلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني يعني صفر، دونك النهاية غتعطينا واحد. ممكن نقولو بأن لا ليميت ديال موال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس يساوي واحد. فاش كنلقاو عدد مباشرة كنمرو نحسبو لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس، دونك إلا اعتبرنا هذا هو ا، حنا كنحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس موا ا اكس موال لانفيني. هنا شفتو الخاصيات من قبل، دونك يساوي لا ليميت ديال اف دو دو اكس ناقص اكس موال لانفيني يساوي لا ليميت موال لانفيني ديال اكس بلس واحد على اكس زائد واحد ناقص اكس. نحيدو ناقص اكس مع اكس، بقى لنا النتيجة يساوي الليميت ديال موال لانفيني عند موال لانفيني ديال 1 سور اكس بلس 1 سور لانفيني يعني يساوي صفر. هنا نسيت واحد الخطا، ما كتبش الكتابه الصحيحه، اللي كتبتها هنا صحيحه، اف دو اكس ناقص اكس، دونك لا ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس يساوي صفر. نقول بان مستقيم غريغ يساوي، الموضوع هذا هو نسميه بي، نقول بان المستقيم ا اكس بلس بي مقارب مائل عند موال لانفيني.
وشنو هو هذا المقارب بالنسبة للحالة ديالنا Y؟ بالنسبة لأ هي واحد، لاحظوا أ يساوي واحد يعني إكس، وبالنسبة ل B يساوي صفر يعني Y يساوي إكس مقارب مائل عند للسي إف لسي دو إف عند مولفين. النتيجة اللي غنأثر لأن غنحتاجها. ثم الآن نحسبوا الليميت ديال إف دو إكس على إكس أون بليس لانفيني، الليميت ديال إف دو إكس على إكس أون بليس لانفيني يساوي لا ليميت ديال إف دو أن، نخدمو بالشق الأول ديال الدالة أون بليس لانفيني، يساوي لا ليميت f دو 1، على نتذكر f دو 1 واحد على 2 x ناقص غاسين دو x بلس 1، دونك غندير على x اون بليس لانفيني 1 سور 2 واحد على 2 x ناقص جذر x زائد 1 يساوي لا ليميت. ممكن نبسط الكتابة التالية، نقسمو هذا الكسر، دونك واحد على اثنان إكس على إكس ناقص جذر إكس على إكس زائد واحد على إكس اللي كتساوي هنا تعطينا واحد على اثنان ليميتون بلس لانفيني ديال واحد على اثنان ناقص واحد على جذر إكس، غنختزلو بجذر إكس لأن عندنا بلوس لانفيني، عرفوا بأن جذر إكس أس اتنان كتساوي إكس لأن إكس موجب زائد واحد على إكس. هاد النهاية تمشي للصفر، واحد على بلوس لانفيني صفر ثم صفر، نلقاو النتيجة هي واحد على واحد على اتنان، غتبقى لينا واحد على اتنان ناقص صفر زائد صفر يعني واحد على اثنان، دونك هذه هي الليميت ديال اف دو اكس على اكس اون بليس لانفيني. غنتبع نفس الطريقة، بما اننا لقينا هذا هو ا، نحسبو الليميت ديال اف دو اكس ناقص ا اكس يعني ناقص واحد على اثنان اكس اون بليس لانفيني يساوي الليميت اون بليس لانفيني الواحد على اثنان إكس ناقص جذر إكس زائد واحد ثم ناقص واحد على اثنان إكس، حيدو واحد على اثنان إكس مع واحد على اثنان إكس تعطينا النتيجة يساوي لا ليميت أون بليس لانفيني ديال ناقص جذر إكس زائد واحد اللي كتساوي موان لانفيني. في هذه الحالة نقول بأن مستقيم نسميه دي دو المعادلة Y يساوي AX، لأن B يساوي لانفيني، دونك AX هي واحد على اثنان X، واحد على اثنان X أو CF يقبل فرع الشلجمي اتجاهه دي، قلنا دي كتبناه Y يساوي واحد على اثنان إكس عند بلس لانفيني. النتيجة الأخرى اللي غنحتاجها في الرسم هي سي إف. ثم نمر للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول خامسا حدد معادلة مماس لس اف النقطة ذات الأصول اكس زيرو يساوي أربعة، اكس زيرو يساوي أربعة معادلة مماس. خامسا ألف معادلة المماس عند اكس زيرو يساوي أربعة.
بصفة عامة معادلة ماس عند نقطة تكتب عند x0 تكتب على الشكل التالي y يساوي f بريم دو x0 عامل x موان x0 بلس f دو x0. دونك بالنسبة ل x0 تيقال a4 نكتبو نرجعو للدالة المشتقة ديال بالنسبة ل x أكبر من صفر دونك نرجع للدالة المشتقة الدالة المشتقة بالنسبة ديعطونا بالنسبة ل x موجب يعني جذر x ناقص واحد على اثنان جذر x دونك f بريم دو x نكتبو f بريم دو x بصفة عامة f بريم دو x تيقال جذر x ناقص واحد على اثنان جذر اكس اثنان جذر اكس ثم اف دس منها اف 1 بريم ثم اف 1 دو اكس اللي كتساوي بالنسبه لاكس موجب واحد على اثنان اكس باش نحسبوا الصوره واحد على اثنان اكس ناقص جذر اكس زائد واحد هادي غنحسبو منها اف بريم كافي ان اف بريم 1 دو 4 دي 4 يساوي جذر 4 ناقص 1 على 2 جذر 4 يساوي 2 ناقص 1 يعني 1 على 2 في 2 4 ثم هنا غنحسبو الصورة ديال 4 اف دو 4 يساوي واحد على اثنان ضرب في أربعة ناقص جذر أربعة زائد واحد يعني أن f دو أربعة يساوي اثنان ناقص اثنان زائد واحد يعني أن f دو أربعة يساوي واحد الآن ممكن نكتبه معادلة مماس بكل سهولة أوكي جريد يساوي f دو أربعة يعني واحد عامل x ناقص 4 زائد f نا f بريم عفوا f بريم هي 1 على 4 زائد f دو يعني 1 f دو 4 صورة 4 هي 1 يساوي 1 على 4 x ناقص 1 زائد 1 يعني ان y يساوي 1 على 4 x نطر النتيجة لأننا نحتاجها في الشكل نكتبو هنا معادلة المماس عند x0 يساوي 4 السؤال الموالي انشئ سي دو اف في معلم او اي جي نخليه حتى الاخر باش نجمعو مع ربما انشئ في نفس معلم سي دو جي موان ذا دونك نخليه حتى الاخر ثالثا ليكون جي لتكون جي قصور اف على المجال واحد زائد ملمح دونك نخدمهم في هذا المجال فقط تقريبا يعني بهذه الداله اف ان دو اكس اف ان دو اكس علاش لان كاين في هذا المجال ان بلس نافي بين ان جي تقبل داله عكسيه جي موان ذا معرف على مجال جي يتم تحديده دونك ثالثا الف ثالثا الف جي قصور اف على دونك ندير انا اف 1 على واحد بلس لانفيني يعني جي دو اكس تكتب على الشكل التالي واحد على اثنان اكس نفس دالة f ناقص جذر x زائد واحد كيلكو سوا x سوبيريور و ايكال انا غنتأكد واش كاين سوبيريور و ايكال نعم الان باش نبينو بان الدالة تقبل دالة عكسية لدينا جي دالة مجموع دوال اللي هي دالة على شكل
شكل مجموع. ممكن نقوله أن الدالة المعرفة بواحد عليه اتنين إكس متصلة على R، وبالتالي متصلة على المجال اللي عطونا لأنها دالة حدودية. ثم الدالة ديال جذر إكس متصلة على مجال تعريفي اللي هو صفر بلس لانفيني، متصلة على صفر بلس لانفيني، وبالتالي متصلة على واحد بلس لانفيني. شنو ممكن نقوله من هذه النتيجة؟ نقوله بأن جي دو إكس دالة متصلة على واحد بلس لانفيني. الآن بينا الاتصال، بقى لنا بينو الرتابة. دونك لدينا حسب السؤال السابق جي بريم دو اكس كيل كو سوا اكس سوبيريور و ايغال ا 1، جي بريم دو اكس هي نفس الاشتقاق ديال اف 1 دو اكس، يعني هي هادي غنسميوها هادي اف 1 هنا اف 2، اف 1 بريم دو اكس يعني جذر اكس ناقص 1 على 2 جذر اكس. جذر اكس ناقص 1 على 2 جذر اكس. هنا كتلاحظوا بان سبق لنا درسنا الاشاره ديال هاد جي بريم دو اكس، ممكن نعاودو بكل سهوله ولا نرجعوا للجدول السابق اللي شفنا. تلاحظوا بان كيلكو سوا اكس سوبيريور او ايغال ا 1، جذر اكس موانز ا سوبيريور ايغال ا 0 مع جذر اكس سوبيريور ا 0. كاش غنقولو؟ اذا ممكن نقولو بان جي بريم دو اكس سوبيريور او ايغال ا 0 كيل كو سوا اكس سوبيريور او ايغال ا 1، يعني ان جي دالة تزايدية قطعا. شرطين، الشرط الأول هو جي متصلة، الشرط الثاني جي تزايدية قطعا على واحد بلس لانفيني. يعني ممكن نقول بأن جي تقبل دالة عكسية، اللي ردنا ليها بجي موانز دو اكس معرفة على جي، بحيث جي هي صورة المجال، جي يساوي اف او جي ديال 1 بلس لانفيني، اللي هي بما ان جي تزايدية يعني ممكن نحسبو جي دو 1 الليميت ديال جي دو اكس عند بلس لانفيني. سبق لينا حسبنا الليميت لقيناها بلس لانفيني، و جي دو 1 بلس لانفيني صورة واحد. انا ما بقيتش عاقل على الصورة ديال واحد، نرجع لنا واحد عطينا واحد على اثنان ناقص واحد، دونك واحد على اثنان، واحد على اثنان بلس لانفيني. هذا المجال ممكن نستخرجوه مباشرة من الجدول او نحسبوه بهذه الطريقة. السؤال الموالي الان بين ان جي موانز قابل للاشتقاق في واحد، ثم احسب جي موانز بريم دو 1. الان سادسا جي موانز قابلة، نبين بأنها قابلة للاشتقاق في واحد
ونحسب جي موانزا بريم دو أ. أنا أعطيكم الفورميلا هو الأول وعاد نرجعو الشروط نشوفو شنو هما الشروط باش تكون جي موانزا قابلة للاشتقاق في نقطة إكس زيرو. دونك لا فورميل على الشكل التالي. قاعدة تقول بأن كي تكون جي موانزا قابلة بصفة عامة للاشتقاق في واحد النقطة نسميها يكريك زيرو سيكون عندنا الشرط سيكون اف او جي قابلة للاشتقاق في واحد النقطة اكس زيرو بحيث في اكس زيرو انا نمسح بحيث y 0 يساوي f de x 0 يعني g هنا ممكن نستعملو f ولا g لان القصور ديالها و f بريم او g بريم كل مره كندير f لان ولفنا f g بريم de x 0 ستكون تخالف الصفر. في هذه الحالة ممكن نكتبوا العلاقة التالية اللي غنستعملو غنأطرو f دو موانزا g دو موانزا بخيم اون يكريك زيرو اتيكال واحد على g بخيم دو g موانزا ديال يكريك زيرو. هذه هي القاعدة اللي غنشتغلوا عليها. انا هنا كاين واحد الحاجه اساسيه علاش كنديروا هذا الشرط جي بريم دو اكس 0 ديفيرون دو 0. لاحظوا باش تكون الداله قابله للاشتقاق هاد جي موان زان بريم دو اكس 0 قابله للاشتقاق يعني معرفه خص تكون جي بريم جي بريم دو جي موان زان دو اكس 0 تكون كتخالف صفر. نعلم ان y 0 كتساوي g دو x 0 يعني الا درنا g موان زان دو y 0 نلقاو x 0 يعني ممكن نعوضو هنا. اذا راه غنحتفظو بالg بريم ديال g موان زان دو y 0 g موان زان دو y 0 سيتادير x 0 ستكون كتخالف صفر هو الشرط اللي وضعنا سابقا. هذا الشرط راه اساسي. الان نبينو بان جي موان زان قابل للاشتقاق في واحد ونحسب جي موان زان بتطبيق القاعده ديالنا. دونك نضع يكريك زيرو نضع يكريك 0 يساوي 1 ثم نطبقو يعني y 0 يساوي دي جي دو x 0 y 0 إذن y 0 يساوي جي دو x 0 اللي هي y 0 يساوي 1. نحن نعلم سابقا بأن جي ديال الانترفال 1 بلس لانفيني تيغال واحد على اثنان بلس لانفيني. اذا جي لواحد يساوي واحد على اثنان. اذا جي موان زان جي موان زان ديال واحد على اثنان يساوي واحد يعني الا كانت اكريك زيرو كتساوي واحد فان x 0 يساوي 1 على 2. الان بينو بان g' دو x 0 يخالف صفر
عندنا جي بريم، جي بريم دو اكس كتساوي جذر اكس ناقص واحد على اثنان جذر اكس. الى حسبنا جي بريم دو ان دمي نلقاوه بيان سور ديفيرون دو زيرو، لان هادي كتنعدم فقط في النقطة واحد. اذا عندنا الشرطين. الان ممكن نحسبو باستعمال هذه العلاقة، دونك جي بريم اذا نقولو بان جي موان زان قابلة للشقاق في واحد، جي موان زان قابلة للاشتقاق في واحد، ونحسب جي موان زان بريم دو واحد يساوي، غنطبق القاعدة، واحد على واحد على جي بريم ديال جي موان زان ديال واحد، جي موان زان ديال العدد واحد، اللي كتساوي واحد على جي بريم. حنا كنعرفو بأن جي موان زان ديال واحد، جي موان زان، جي موان زان ديال واحد غتعطينا واحد على اثنان، دونك واحد على اثنان. بقى لينا أننا نحسبو هاد الصيغة. لدينا نرجع للعلاقة العامة ديال جي بريم دو إكس، اللي هي راسين دو إكس ناقص واحد على اثنان راسين دو إكس، يعني جي بريم ديال واحد على اثنان يساوي جذر ديال واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان جذر واحد على اثنان. إذا جي موان زان بريم ديال واحد يساوي واحد على هاد العدد اللي هو جذر واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان جذر واحد على اثنان. ممكن نبسط، ممكن بهاد الشكل، هنا غيولي البسط اثنان جذر واحد على اثنان على واحد على جذر اثنان ناقص واحد. نزيد نبسط اكثر، يعني غتعطينا اثنان واحد على جذر اثنان، هنا واحد ناقص جذر اثنان على اثنان على جذر اثنان، نختزلوا هذا الجذر مع الجذر الاخر، كتعطيني النتيجة التالية، اثنان على واحد ناقص جذر اثنان. هذه هي جي موان زان بريم ديال واحد. ثم السؤال الأخير، حدد جي موان زان دو إكس لكل إكس ينتمي إلى جي. سادسا جيم، جي موان زان دو إكس تيل كو إكس أبارتيان أ جي. دونك لدينا ناخدو جي موان زان دو إكس يساوي إكغيك مع إكس ينتمي إلى جي، يكافئ أن جي ديال إكغيك يساوي إكس بحيث إكس بحيث إكغيك ينتمي إلى إي. على هنا نشرح شنو لجدت هنا جي. لاحظوا مجال التعريف ديال جي موان زان هو جي، ومجال التعريف ديال جي اللي هي هنا إكغيك باش تكون معرفة خاصها تنتمي للمجال الأول إي اللي هو واحد بلس لانفيني. ثم هنا جي بينا بأن واحد على اثنان بلس لانفيني. ننطلقوا من العلاقة اللي كنعرفو، جي دو إكغيك يساوي إكس يكافئ، نعوضو جي دو إكغيك يعني واحد على اثنان، ومنساوش بأن إكغيك كتنتمي لإي، واحد على اثنان جذر إكغيك
واحد على اتنين يجريك، عفوا واحد على اتنين يجريك ناقص جذر يجريك زائد واحد يساوي اكس. خصنا نخرجو يجريك شحال كتساوي. اذا نحل المعادله، كل واحد غير يستعمل الطريقه البسيطه. دونك يكافي 1 سور 2 زيغريك موان غاسين دو اكس يساوي اكس موان زه موان غاسين دو يغريك. يكافي ان نحاول نحسب غاسين دو يغريك بوحده، غاسين دو يغريك يساوي دونك نرد الجهه الاخرى تعطيني 1 سور 2 يغريك ناقص اكس زائد واحد. دونك نكتب تعبير اخر يساوي واحد على اثنان يغريك ناقص اكس ناقص واحد، فقط عملت بناقص. الان ممكن نرفع الاس اثنان يعني نحصل على النتيجة التالية كافئ يغريك يساوي هنا ا مطلقة هما يعني واحد على اربعة يغريك اس اثنان ناقص اثنان في اثنان هتمشي يعني يغريك عامل اكس ناقص واحد ثم زائد اكس ناقص واحد الكل اس اثنان يكافئ ان يغريك يساوي واحد على اربعة يغريك اس اثنان ناقص يغريك اكس زائد يغريك زائد اكس ناقص واحد الكل اس اثنان. نشطبو على يغريك مع يغريك في الطرف الاخر يكافئ ان واحد على اربعة يغريك اس اثنان ناقص اكس يغريك زائد واحد ناقص اكس الكل اس اثنان يساوي صفر. كنلاحظو بان هادي متطبقة هامة، دايما منساوش بانك نقلبو على يغريك متطبقة هامة ديال يغريك. كنحسبو دلتا، عفوا ماشي متطبقة هامة وانما بولينوم حدودية، دلتا يساوي موان اكس كاري يعني اكس كاري ناقص اربعة فوا واحد على اربعة ضربة في واحد ناقص اكس الكل اس اثنان يعني يساوي اكس اس اثنان زائد اكس عفوا اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد كنا اكس ناقص واحد. دونك اربعة مع اربعة نختزلو بها ناقص اكس اس اثنان دونك زائد اثنان اكس هنا متطابقة هامة ثم ناقص واحد اكس اس اثنان مع اكس اس اثنان تمشي دونك كتبقى لنا دلتا يساوي اثنان اكس ناقص واحد، مع العلم بأن اكس ينتمي الى واحد على اثنان بلوس لانفيني. دونك اكس اكبر من او يساوي واحد على اثنان كافي ان اثنان اكس نضربو في اثنان هنا اثنان نضربو في اثنان او بان اثنان اكس اكبر من او يساوي واحد يعني ان اثنان اكس ناقص واحد اكبر من صفر، ومنه ممكن نقول بان دلتا اذا دلتا اكبر من او يساوي اكبر قطعا من صفر. احنا اللي كيهمنا هو انها تقبل حلين، اذا اكس واحد يساوي ثم اكس اثنان يساوي ناقص بي يعني اكس لاحظو يغريك هو المجهول ناقص الجذر ديال اثنان اكس ناقص واحد على
اثنان في أ في واحد على أربعة، ثم إكس اثنان إكس زائد جذر اثنان إكس ناقص واحد على اثنان ضرب في واحد على اثنان، عفوا هنا إيكغيك إيكغيك أن و إيكغيك دو هما الحلول إيكغيك أن إيكغيك دو، مع العلم بأن إيكغيك ستكون كتنتمي للمجال. غنشوفو إيكغيك إي واحد زائد ما لا نهاية، واحد زائد ما لا نهاية، دونك الدالة اللي غناخدو اللي تكون فيها إيكغيك دونك نبسط هو الأول، إيكغيك واحد يساوي هنا غنشطبو على اثنان مع اثنان، دونك غطلع الفوق يعني غتولي اثنان عامل إكس ناقص جذر اثنان إكس ناقص واحد، ثم إيكغيك اثنان يساوي نفس الشيء هنا على أربعة على العياء، بيت كندير أخطاء في الحساب، دونك تعطينا اثنان عامل إكس زائد جذر اثنان إكس ناقص واحد. ألا هنا كيبقى لنا واش غناخدو إيكغيك أن ولا إيكغيك دو كدالة عكسية الدالة جي دو إكس. لاحظوا بأن إكس ينتمي إلى المجال واحد على اثنان بلس لانفيني، قلنا بأن جذر اثنان إكس ناقص واحد ينتمي للمجال يعني أكبر من صفر، صفر بلس لانفيني زدنا عليه إكس يعني غنجيرو اثنان إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي صفر، إلا زدنا عليه إكس اللي هي أكبر من واحد على اثنان نديرو زائد واحد على اثنان، ثم إلا ضربنا لو تو في اثنان غنلقاو بأنها أكبر من واحد، يعني أن إيكغيك اثنان أكبر من واحد، وهي النتيجة اللي عندنا خص تكون إيكغيك كتنتمي إيكغيك تكون كتنتمي لواحد بلس لانفيني، دونك جي موانز أن، يعني أن الأخرى بار ديفو مغاديش تكون كتنتمي، دونك جي موانز أن دو إكس كتساوي اثنان عامل إكس زائد جذر اثنان إكس ناقص واحد، ونأطرو النتيجة جي موانز أن الدالة العكسية، الدالة العكسية ديال جي لإكس بحيث كيلكو سوا إكس باغتيان مجال واحد على اثنان، هذا هو مجال التعريف هو اللي لقينا فاش حسبنا جي. الآن آخر سؤال بقى لنا أننا نرسمو سي إف في معلم متعامد ثم نرسمو سي جي موانز. الآن باش نرسم خصني نركز أكثر ونعاود نكتب الدوال الدالة اللي عندي ونكتب لي ليميت والجدول، دونك نذكر ب إف دي إكس، دونك إف دي إكس قلنا كتساوي واحد على اثنان إكس ناقص جذر إكس زائد واحد لكن إكس أكبر من أو يساوي صفر، ثم إف دي إكس هنا سميناها إف أن إف دو يساوي إكس زائد واحد على إكس زائد واحد لكن إكس أصغر من صفر. أولا قلنا بأن دي دو إف يساوي إر موان موانز، قلنا بأن الدالة غير معرفة في ناقص واحد، دونك فاش كنلقاو بأن الدالة غير معرفة في عدد أول حاجة كنرسمو خط مستقيم عمودي كيمر من هذيك النقطة في محور الفاصل هو هذا، لاحظو الدالة رسمتها تمر من نقطة ناقص واحد لأنها غير معرفة في هذه النقطة، يعني ماذا يعني غير معرفة في النقطة؟ يعني أن الدالة ممكن ترسم في أي مكان إلا أنها تقطع المستقيم، يستحيل أنها تقطع المستقيم، ثم
جدول التغيرات غنجيبو، جدول التغيرات اللي عندي انا غناخدو كامل اللي غنحتاجو. نقول هنا جدول التغيرات، دونك الدالة ثم المستقيمات اللي كانوا عندي نعاود نكتبهم، يعني غنرجع الفروع اللانهائية، الفروع اللانهائية هي هادي، وكنرجع للنتيجة اللي لقيت y يساوي x مقارب مائل للسيف عند مول الانفيني. دونك ناخد هاد العلاقة الخلاصة، ثم الخلاصة الأخرى دائما ديال الفروع هي هادي CF، CF يقبل فراش الجميع التجاوي Y يساوي X عند بلس لانفيني. كتلاحظوا بأن جميع الخلاصات كنحتاجوهم في الرسم. ثم المماس، المماس في نقطة، معادلة المماس، معادلة المماس هي هذه. الآن ممكن الرسم بكل سهولة. Y يساوي X بسيطة، هو مستقيم اللي كيقسم المربع الأول على جوج، اللي كيقسم المعلم على جوج، رسمه بلون مغاير. دونك خصو يمر من هاد النقطة من الصفر بهذا الشكل، فقط عند موال انفيني. وبما أنني غنحتاجه في الدالة العكسية يعني نمددو حتى جهة بلوس لانفيني. ثم المستقيم الآخر اللي هو واحد على اثنان إكس، دونك هنا غنديرو جدول صغير اللي عطينا إكس قيمة شحال غنلقاو في إكغيك، باش نلقاو دونك حنا دالة خط يعني كيمر من صفر لصفر هنا، ثم غنعطيو القيمة اثنان واحد، صفر صفر ثم اثنان واحد، اثنان واحد هي هاد النقطة، اثنان واحد هي هاد النقطة، ثم صفر صفر. وعندي بلوس لانفيني يعني ما نحتاجش انني نرسمو عند مول لانفيني، على تقريبا. ثم معادلة المماس عند نقطة أربعة هي غنحسبها بنفس الطريقة، ندير لها جدول صغير دونك إكس إكغي، لاحظوا بأن عند صفر عطاتنا صفر، ثم عند أربعة عطاتنا واحد، دونك أربعة واحد عند أربعة واحد هي لا. ثم نرسم المماس عند صفر، والمماس ما كنرسموهش من الأصل، رسمته من الأصل باش نعرف منين غيدوز فقط. دونك المماس نرسمه فقط صغير وعنده سهمين، بقالينا أننا نشوفو المماسات عند النقطة صفر الاشتقاق، دونك حسبنا الاشتقاق صفر. الخلاصة اللي وصلنا لها هي أن F تقبل نصف الماس عمودي موجه نحو الأسفل على اليمين بيان سيغ. دونك غناخدو هاد النتيجة لأن غتنفعنا حتى هي الماس، دونك عندنا صفر، الصورة ديال صفر هي واحد، دونك مماس عمودي، اسمه مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة واحد، على هو هذا المماس، نصف المماس، نديرو بلون مغاير بالأحمر، ثم الشقاق اليسار،
قلنا بأن F تقبل نصف مماس أفقي على اليسار في صفر. هكذا غنكون جمعت جميع المعطيات اللي غنحتاج في الشكل. هنا غنزيد على اليمين، على اليمين ديال الصفر موجه نحو الأسفل على اليمين، لا في صفر على اليمين، ثم نصف مماس الأفقي أرسمه بهذا الشكل. هو هذا بلون مغاير. الآن ممكن رسم بكل سهولة. دونك الجدول هو الأساس ديال الرسم. لاحظوا الدالة ستكون تزايدية من مول لانفيني، عند مول لانفيني تقبل مقارب المائل اللي هو يكريك يساوي إكس. دونك الصورة ديال ناقص 2 هي ناقص 3. لاحظوا هنا ناقص 3 الصورة ديالها. ولا شفتوا في الجدول F بريم تنعدم في ناقص 2 ثم في 1، يعني تقبل مماس أفقي. دونك غنزيد واحد المماس أفقي هنا، مماس أفقي. بلون المغاير. ثم الآن غنرسم الرسم ديالي بلون مغاير بالأخضر مثلا. دونك هنا تكون الدالة مماسة ثم تزايدية تل الصورة ثم تناقصية بحيث أنها تكون مماسة المستقيم للمعادلة. هنا إكس يساوي ناقص 1، سينا بدرناش بأن هذا إكغيك يساوي إكس، لوتخ إكغيك يساوي 1/2 إكس. ثم الجدول الدالة تكون تناقصية من بلوس لانفيني عند 1 اليمين حتى 1، الصورة ديال 1/2. دونك الدالة غتهبط المماس، وما نساوش عند 1 عند الصفر على اليسار تقبل نصف مماس أفقي. ثم الصورة ديال 1 هي 1/2. هنا كتقبل مماس أفقي في 1 لأن F بريم ديال 1 هي صفر تنعدم، يعني الدالة المشتقة اللي كنشوفها. نرسمو المماس في 1/2. الآن ممكن نرسم. هنا قلنا مماس عمودي موجه نحو الأسفل، ثم دلعة مشينا مماس في النقطة، ثم فرش الجميد تجاهه مستقيم ذو المعادلة Y يساوي 1/2 X. هذه هي F دو X. الآن جي موان زان دو إكس، لاحظوا نعرفو F جي دو إكس نعرفها فقط في المجال جي دو إكس اللي كتساوي اف دو اكس فقط في المجال 1 بلس لانفيني. تلاحظوا من 1 بلس لانفيني اف دو اكس تزايدية قطعا. كدالة جي موان ز غتكون الصورة ديال 1 هنا هي 1/2، يعني غتبدا من 1/2 اللي هي 1 نقطة، ثم غتكون متماثلة بالنسبة للمستقيم ديال المعادلة إكغيك يساوي اكس. وكناخذ بعض النقاط اللي باينين في التماثل. هنا معليش نرسم بشكل جيد لان النقطه ما عندهاش متماثله ديالها هنا. وكناخذ مثلا هذه النقطه متماثله ديالها اللي هي جوج تقريبا، عرفتش شحال هنا جوج. دونك تقريبا الداله غتكون بهذا الشكل، سهل ان نرسمه بالبيركار، يعني تكون متماثله بالنسبه لهذا المستقيم. جي موان زان دو اكس.
اللي هي معرفه من 1 على 2 بلس لانفيني، هذه هي 1 على 2، تلقى من 1 على 2 جي موان زان معرفه. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كان معكم الاستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تدعمونا على القناه ديالنا على اليوتيوب باش نستمروا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.